دعم على كافة المستويات للتخفيف من هول الحرب التي شهدتها مختلف جنسيات العالم داخل الأراضي السودانية، دعم ليس فقط لوجستي بل صحي ونفسي. الهلال الأحمر المصري بيستقبلهم من ساعة دخولهم للأراضي المصرية وبتدي يتعامل معاهم في تقديم الخدمات من مية، مواد غذائية، هايجين كيت، إدوات النظافة الشخصية اللي احنا بنقدمها، كل وتسهيل الإجراءات داخل المعبر. ترفع كفاءتها عشان تبدأ إن هي تستوعب كذا نوع من الحالات المرضية اللي احنا بنقابلها، يمكن حالات طارئة ومحتاجة رعاية صحية بشكل مباشر دلوقتي، وحالة تانية محتاجة ان هي تاخد أدوية مزمنة للاستمرار فيما بعد وتكمل رحلتها اللي هي ممكن تستمر 3-4 أيام. الحالات الطارئة دي احنا بنوصل للساعة 3 أو الساعة 4 بنكون إلى حد ما مفيش فاسيلتيز أو مفيش مستشفيات قريبة، فبنبدأ ان احنا نتعامل مع الحالات الطارئة بمختلف أنواعها. هنا في معبر قسطل الحدودي ستجد العديد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم الوجبات الدافئة والمياه الباردة للتخفيف من معاناة السفر التي وصلت لأكثر من 9 أيام. طيب مشكورين جدا ناس الهلال الأحمر، بمجرد ما الباص بتاعنا دخل مباشرة يعني أصلا ولا مشان لهم ذاته لقيناهم في وشنا وهم قلنا يا أخوانا تعالوا اللقل الموية لو ما داير بتدوب في يدك يعني. فصراحة بنشكر لهم الخدمات اللي قاعدين يقدموها لنا دي. ما واجهنا اي صعوبة الحمد لله، يعني كنا متخوفين من انه ما حيكون في مويه، ما حيكون في اكل، ما حيكون في حاجات، بس الحمد لله لقينا كل شيء متوفر. ووصل الى الاراضي المصرية اكثر من 50,000 لاجئ من مختلف جنسيات العالم وسط تسهيلات كبيرة من الدولة المصرية للوقوف جنبا الى جنب مع الدولة السودانية خلال تلك الازمة. ولا تزال الدولة المصرية تؤكد على دورها الإقليمي والدولي المحوري، خاصة فيما يتعلق بأزمات المنطقة والعمل على حلها والحد من آثارها على كافة المستويات. من قسطل الحدودي، أشرف مبارك، النيل.